السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. وأنا عاوتاني جيت وديما كنجي وكنجيب لكم معايا الجديد، وديما كنجي لهاد البلاصة باش كنشارك معكم هذا المنظر الجميل. فهو المنظر كما كتشوفوا فيه إخواني أخواتي بالنهار، والصور ديالو راه كنصوروا لكم بالليل. عندنا جوج ديال الصور كنتاخذ من هذه المنطقه كناخذوا فيها صور، وعندنا برج محمد السادس كناخذوا لكم صور من الليل لليل. وهاد الصور اخواني اخواتي راه كتختلف، سبحانك يا جليل. مرحبا، اهلا سي سعيد انجوط من زكين. كي داير تنالوخ من زكين؟ كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ بخير سعيد، تعرفتوا عليه تبارك الله ما شاء الله. سي سعيد تبارك الله ما شاء الله، راه الا خصكم شي حاجه لي زاباراي دو فوتو ولا لي زاكسسوار ديالهم ولا اي حاجه السيكان الماتيريال كاع هادشي ديال لي فلوغر وهادشي ديال لي مايك. المهم خاص هو بالتصوير المدينه القديمه سعيد امجوط ولا سعيد القرع، راه معروف بهاد السميه ديالو واخد هاد اللقب ديالو المعروف. اللي قلتي لي سعيد امجوط ولا سعيد القرار يديكم حتى للمحل ديالو. وتحيه للسي سعيد وتحيه للناس خوتنا وحبابنا صحابنا كاملين المتابعين الاوفياء ديال القناه وصديق وفي. خوتي حبابي صحابي كما كتشوفوا اليوم 15 يوم وعلى بركه الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدي. كلشي بخير بارك الله فيكم، وين جا كلشي بخير، الله يسر لكم اموركم، الله يسر لكم الامور ديالكم. جوكر اخواني اخواتي مكلف بالكريساج ديال لي ماشين، وغادي تشوفوا في واحد المجموعه ديال الاشغال تبارك الله عليه تبارك الله. هذه الكوزينه اخواني اخواتي فين كيطيبوا الدراري فين كيريقلوا الامور ديالهم، الله يسر لهم الامور. خوتي حبابي صحابي المراحل ديال البناء ديال هذا النفق تبعشوه معنا من النهار الاول، حنا غاديين معكم بلو 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 ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى نساليو كلشي. هادشي الاشغال راه ركزوا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، تركيز حاليا على 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 البلاصه اللي غيدوز منها الطرام. حبسوا من هاد الجهه ومن الجهه اللي من ليه ياك باش يخدموا. دابا راه البارح بقاو سهرانين هنايا حتى الصباح، واليوم ليكيب الثانيه هي جات ساق مركزه مركزه على النقطه ديال الترام باش الراحه ديال المسافرين والناس اللي كتمشي وتجي وكتاخذ الترام، الناس ديال الترام واحد شويه ديال الصبر غيضحيو معنا شويه ديال الصبر. سمعتوني اخوتي ما بقى قد ما فات واحد الاسبوع ولا اسبوعين ماكسيموم بما عطاو الدق راك شتو كلشي، وان شاء الله الرحمن الرحيم الامورات غيرجع الترام للمسير ديالو الطبيعي ان شاء الله وبحول الله. هنايا في الخدمه من بعد ما هما راه دارو بروبوطي خليهم بالبحكيه كيحفرو وجاو لهاديك النقطة خاصة اللي غيدوز من فوق منها الطرام، سبقوها هي الأولى. شو حيت من هنايا باش الشاحنات كيدوزو من هنايا وخرجوا. شوف شكون ما كانش هاد الحجاره اخواني اخواتي وهاد العمليه ديال الحفر اللي كلات واحد الوقت كبير، خدات واحد المده كبيره مده كبيره كبيره. دائما في الاشغال الشاقه واللي كتبغي لا تكنيك
كيجيبوا لينا الرماني تبارك الله ما شاء الله والوجدي، ودائما الرماني كيعطي الوجدي والوجدي هو اللي كيتكلف الشاحنات. علاش؟ الوجدي شاد لينا العبارات، شاد لينا العبارات ديال الكاميو، عارف المتراج، عارف المسافة، هنا هي المسافة، شاد ديال العبارات ديالهم، راه كلشي حساب. هو انت الحطه دابا باش غيحط هذيك راه يدخلها، ما شوفها ما يلحش من بعيد، شتي كيدخل ما سيدي عليك الكودي، الكودي كيهبطو حتى كيهبط لتحت وعاد كيشرشي به. وردوا البال ديما كيديروا الحجر كيخلطوا مع التراب، ها انتوما شتوه كيجمعوا التراب من جهه من هنايا من الجوانب وتيديروا التراب التراب جيرات التراب، دابا التراب عاوتاني يدفعوا الجهه اللي مليه. تقريبا هذه كتهز مترو الزيادة، انتوما مترو ديال الحساب ديالها طالعه. هاد جوج من هنا جاي كيحفروا، وحده من هنايا، هما كاينين خمسه. شنو عندكم؟ عندنا الراديو وشي بوسيات وصافي. ما سمعتكش. عندنا الراديو وشي بوسيات. عندكم الراديو والبوسيات ديال الجناب؟ اه ديال الجناب. اه ديال هذا نيت؟ اه. واش ديال هذا؟ اه. اه. مزيان. واحد الدريج. اه. والثاني راه واحد الدريج. اه ولا شوفوا الكاميرا، شوفوا الكاميرا. هاي ديال هذا سوبراني ديال الزياد
اذا اخواني اخواتي بعد شويه من الصداع كاين عندنا كما كتشوفوا الراضي اللي غيعمروا اليوم الراضي وهذوك البوزيات ديال الجناب تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خديجو بكره عرفتوا شنو كاين، خليتكم على خير وما كاين غير الله الوطن الملك وانا مشيت.